إذن الجانب الآخر من الرواية. الهجرة غير الشرعية مسلسل مستمر، ولكننا لا ننتبه إلا في الحوادث الكبرى، ولا نستيقظ إلا مع مقتل المئات، بل إننا وبعد انتشال الجثث ودفنها سرعان ما ننسى، شهرا بعد شهر وعاما بعد عام. بدت الحكومة كما لو أنها انتفضت أمام كارثة غرق مركب رشيد، مع ارتفاع أرقام عدد الضحايا والجثامين التي يتم انتشالها. وعد الرئيس السيسي من اجتماعات الأمم المتحدة ليرأس اجتماعا مع رئيس وزرائه وممثلين من حكومته لمتابعة الكارثة، لكننا ننسى كما نسيت الحكومة أنها أعلنت عن خطوات وإجراءات منذ عام 2014 وما قبله للحد من هذه الكوارث. ثم ها هي نتيجة إجراءات الحكومة، مركب رشيد 2016، والنتيجة مئات من المهربين والهاربين والجثث أكثر. وأصبح التساؤل، هل الأوضاع الاقتصادية باتت الأشد فأصبحت الأعداد أكثر، أم أن غياب الحكومة والأجهزة الرقابية سمح برواج العصابات أكثر، أم الاثنان معا؟ حاولت الحكومة الدفاع عن نفسها من خلال وزير داخليتها، وأعلنت أن وزارة الداخلية تمكنت في عام 2016 من ضبط قضايا بلغ عددها 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها بلغ 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وتم إحباط 110 لمحاولات الهجرة غير الشرعية تضم 5195 مصرياً ومن جنسيات مختلفة. ولكن يبقى أن تقارن الحكومة هذه الأعداد بأعداد من غرقوا ومن تمكنوا من الهرب. إذن هي كارثة بكل المقاييس. التعامل مع ما جرى في رشيد أو حادث غرق رشيد على اعتبار أنه حادثة، هذا أمر لا يمكن قبوله، ولا بد من البحث الدقيق الحقيقي عن أسباب هذه الكارثة، عن هذه الظاهرة الهجرة غير الشرعية. خليني أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأستاذ نور خليل، باحث ومنسق ميداني بمشروع بلدنا أولى بولادنا. أهلا بك أستاذ نور، منورنا. أستاذ محمد مهدي، صحفي موقع مصراوي والذي شارك في تغطية أحداث رشيد. خليني أبدأ بالواقعة الأخيرة والحالة الأخيرة. إلى أي حد إحنا من يوم الأربع والكلام عن الأعداد متناقض، ثم الكلام عن جنسيات الموتى والغرقى والناجين متضارب، ومحاولة كبيرة من قبل الحكومة في البداية في إظهار الأمر وكأنه هجرة غير مصريين. نقدر نقول مشاهداتك وتحقيقاتك في الحادث انتهت إليه؟ هو مبدئيا الوضع الحالي 169 ده عدد الجسامين اللي طلعت، عدد الناس اللي تم انقاذهم. منهم كم مصري ال 169 يا محمد؟ حوالي النص، لسه ما فيش رقم محدد يعني. اه وبالنسبه للناس اللي تم انقاذهم حوالي 157، وفي 7 مصابين لسه في المستشفى. وال 157 برضه نسبه المصريين فيهم النص برضه. هل معقول احنا بنتكلم على اطفال؟ هل عدد الأطفال عدد لافت للانتباه وانت بتشوف الغارقة أو بتشوف الناجين؟ هو وفق الناجين اتكلموا انه في عدد كبير من الأطفال ومن السيدات، وده شيء جديد ومختلف، لانه في المعتاد انه بيطلع بس يعني نسبة من الشباب، لكن الفترة الأخيرة بدأت تزيد من موضوع الأسرة انه يطلع. بس انت في تحقيقك بتقول ان انت لقيت أربع ستات بس كانوا يعني من الناجين او الناجيات، يعني اربع ستات كانوا قاعدين في مكان واحد في الاحتجاز، والاطفال كانوا قاعدين في مكان والشباب قاعدين في مكان. السيدات هم سودانيات. اربعة فقط. هم دول اللي انت شفتهم في تحقيقك عن فقط الناجين. في مكان الاحتجاز. نروح لنور، وانت هنا قصاد مشروع بلدنا اولى باولادنا، والمشروع وقف، لكن ما هو هذا المشروع و إلى أي حد يمكن يعني النظر إليه باعتباره مشروع كاشف لما جرى بالضبط في ظواهر الهجرة غير الشرعية؟
هو بداية تعزينا الحارة لأهالي الضحايا اللي يعني أقدر أقول مصطلح قتلوا في حادثة أو كارثة غرق مركب رشيد، وفي كوارث غرق المراكب قبل كده لأن دي مش أول حادثة. بداية علشان نقدر نكون فاهمين الموضوع، خلينا نتكلم الأول هل دي أول حادثة تحصل ولا لأ، وليه إحنا كان في مشروع للحد من الهجرة غير الشرعية للأطفال. المشروع اللي إحنا كنا شغالين عليه هو كان متعلق بهجرة الأطفال، هجرة غير شرعية. بداية الموضوع مش جديد إطلاقا، دي مش أول مركب تغرق ولا دي أول مركب تسافر. بحسب كلام أهالي رشيد وأهالي برج مغيزل وبرج رشيد وراس البر، ودي الأماكن اللي بيتم سفر الرحلات الهجرة غير الشرعية منها، بيطلع في الأسبوع الواحد من 3 لـ4 رحلات من كل منطقة. كل رحلة فيهم من عدد كل منطقة؟ من كل منطقة حوالي على 9 إلى 12 رحلة، من 9 إلى 12 رحلة على مستوى الثلاث مناطق أسبوعيا. كل رحلة من دول بتكون المركب فيها من 150 ل 500 فرد، وده اللي حصل في الكارثة. وده شو معيبان الداخلية يقولوا 153 حالة قبض، وبعدين انتجت 300، يعني كل مركب فيها 2، يعني مش فاهم. لا الـ الـ المركب اللي كانت موجودة في رشيد بحسب أقوال النجيم منها، عدد اللي كانوا موجودين فيها من 480 ل 500 إنسان. تتنوع جنسياتهم ما بين السودانيين والصوماليين والمصريين. عدد اللي نجوا تم انتشال جثثهم حتى الآن 360. ده يحطنا أن احنا عندنا 140 جثة موجودين داخل المية حالا في قاع البحر، وغالبا على حسب أقوال الناجين أنها موجودة داخل تلاجة السمك الخاصة بالمركب، والتلاجة دي الباب بتاعها ما بيتفتحش من جوه. فلو اللي موجودين داخل العدد اللي موجود داخل التلاجة ده لو ما ماتوش من المية هيموتوا غرقانين. نرجع نرجع لفكرة هل دي أول رحلة؟ لا مش أول رحلة، مش أول رحلة. وأنتوا رصدتوا كمان إنه في أطفال، في أطفال بيهجروا هجرة غير شرعية. ليه الأهالي بيسفروا أولادهم هجرة غير شرعية؟ أولاً دي أزمة متعلقة بالاتحاد الأوروبي. ده سؤال مهم، لكن خلينا أقول مين أولادنا، مين بلدنا أولى بأولادنا؟ بلدنا أولى بأولادنا كان مشروع تنموي ابتدى من 2011، في يناير 2011 وحتى شهر 6 2014. المشروع كان الشريك التنفيذي أو الجمعية اللي شغال عليه في مصر هي جمعية شباب للسكان والتنمية، وكان مجتمع مدني مش حكومي، مجتمع مدني. وكان الشريك الدولي سيف ذا تشيلدرن، وكان الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي. المشروع كان شغال على ايه؟ كنا شغالين على ثلاث محاور اساسيه. اول محور متعلق بالنشأ اللي هم تحت ال 18 سنه، وهم دول كانوا المستهدفين الاساسيين من الحمله. اشتغلنا معاهم على ايه؟ اشتغلنا معاهم. وصل لكم ازاي نور على انه في اطفال بيروحوا؟ ده كان من تقارير المنظمات الدولية اللي متابعة وصول المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا. طبعا الحكومة المصرية عندنا ما فيش أي معلومات إطلاقا بتخرج منها بخصوص الموضوع ده. إذا كانت تعرف أصلا يعني أعتقد أن أحيانا المسؤولين بيتفاجئوا أن في عندنا أطفال بيسافروا هجرة غير شرعية. الموضوع ابتدى بأن بدأ تحديد الأماكن اللي بتهجر الأطفال هجرة غير شرعية، فاكتشفنا أن أكتر الأماكن دي موجودين في 4 محافظات. محافظة الغربية، ودي موجود فيها قرية كفركة للباب، وقرية شبرا ميلس مركز زفتة، وقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود. عندنا محافظة البحيرة، ودي موجود فيها رشيد، وموجود فيها قتيل برود، وموجود فيها دمنهور بقرى تابعة ليهم. عندنا محافظة اسكندرية، وتم التركيز عليها لأن معظم السماسرة موجودين في منطقة أبو قير. عندنا محافظة أسيوط، في قرية داخل محافظة أسيوط اسمها قرية أبنوب، ودي برضو بتهجر، يعني الهجرة فيها مش فرد أو اتنين، الهجرة فيها ظاهرة كبيرة. ابتدينا نشتغل في المحافظات أطفال. دي أطفال أطفال أطفال. ليه أطفال بقى؟ ليه الأهالي بيسفروا أولادهم اللي تحت ال 18 سنة برغم خطورة الرحلة، وبرغم الأخبار اللي بتتوارد بشكل مستمر داخل القرى دي عن ابن فلان مات، ابن فلان كان مسافر الأسبوع اللي فات فرنسا أو إيطاليا وغرق وجابوه، ابن فلان ده سافر ولسه لحد دلوقتي مفيش أي حد يعرف حاجة عنه، هل هو وصل؟ هل هو غرق؟ هل هو اتقبض عليه في مكانه ما يعرفوش إيه اللي حصل له؟ بعد كده ابتدينا نشتغل مع النشأة، النشأة اللي هم تحت ال 18 سنة. بس انت ما جاوبتش ليه الأهالي بيودوا أطفالهم؟ ليه الأهالي بيودوا أطفالهم؟ هنسمع الإجابة منك يا نور بعد ما نعرف من الواقعة الأخيرة برضو كارثة غرق المركب رشيد. فكرة إنه إحنا قصاد
ناس بيقولوا لك حسب ما انت كاتب في التحقيق انه هنرجع تاني نحاول. كم واحد فيهم دي مش محاولته الاولى؟ وكم واحد فيهم او بيقولوا ايه اللي دي مش محاولته الاولى وغرق قبل كده وجه بيغرق تاني؟ واللي غرق المره دي وبيقول لك لا انا هروح تاني، يعني ما هي يعني دوافعهم او اسبابهم اللي بيقولها لك؟ هو العدد دلوقتي يعني اكتر الناس اللي كلمتهم دلوقتي قالوا ان هم مش هيكرروا التجربه تاني، لانه بعد لما شافوا الموت مش هيعملوا ده تاني. كويس جدا. بس اغلبهم حوالي 6 على الاقل كان بيقولوا لي ان هم لسه طالعين من اسبوع او اسبوعين تم القبض عليهم وهيعملوا تجربه يعني وقالوا ان هم هيعملوا تجربه تاني. سالت واحد فيهم قال لي ايه اللي يخليك تعمل حاجه زي كده؟ قال لي ان انا عايز اعمل حياه لاهلي، عايز اساعدهم، عايز ادعمهم باي شكل، زائد ان انا ما عنديش فرصه عمل هنا في البلد. فيبقى ده يستاهل هذه الرحله. هو بيشوف ان هو في ايطاليا هيبقى فيه فرصة عمل، هيبقى فيه ناس بتتعامل معاه بشكل جيد، وشايف انه زملائه في البلد او قرايبه لما راحوا هناك بداوا في سنوات قليله جدا، يبقى يبان عليهم الفلوس ويظهر عليهم بشكل جيد. هنروح هنا النور برضه ونشوف الاسباب دي. هل الاسباب دي اللي انت في بحثك وفي شغلكم على مدى سنوات لقيتوها هي الاسباب اللي دفعت هؤلاء الى الهجره فعلا؟ في جزء من الاسباب دي الاسباب اللي قالها محمد معظمها او كلها من ضمن الاسباب اللي احنا رصدناها، لكن في اسباب ثانيه. نرجع للاماكن اللي بتهجر الاطفال هجره غير شرعيه او فيها الهجره غير شرعيه منتشره، سواء اطفال او شباب او اسر كامله. هنلاقي ان الاماكن دي معدومه الخدمات. يعني ممكن تدخل، انا دخلت احدى القرى في محافظه الغربيه، المدرسه مالها السور والولاد الحيوانات مربوطين داخل المدرسه ومفيش اي عمليه تعليميه بتتم، خدمات معدومه، سواء خدمات صحيه، خدمات تعليميه، خدمات توعويه، خدمات ترفيهيه زي مراكز الشباب او غيره. تعال نشوف للوضع الاقتصادي. طب تعتبر مراكز الشباب دي ترفيهيه؟ المفروض المفروض جزئية تانية، الحالة الاقتصادية للقرى دي عاملة ازاي؟ الحالة الاقتصادية للقرى دي نقدر نقول ان هي شبه معدومة. معظم الأسر دي لا يملكوا في الحياة سوى قطعة أرض بيشتغلوا فيها ويزرعوها ويطلعوا المحصول. حاليا الحالة الزراعية في مصر بقت سيئة جدا، والفلاح ما عادش بيقدر يكسب من المحصول بتاعه. كل يوم الوضع الاقتصادي في تدهور، ومفيش أي إدراك للأزمة اللي بتحصل، سواء اقتصاديا أو سواء تبعات الأزمة الاقتصادية دي هتبقى إيه اللي من ضمنها أزمة الهجرة غير الشرعية. فبيكون الحل الأسرع لذهنه إن هو شاف ابنه فلان سافر، فنصفر الواد ده دماغه كويسه وممكن يجيب فلوس اكتر وبقى ونشتري ارض كتير. طب الاهالي بيجيبوا الفلوس منين اللي دام هم فقراء؟ الرحله على حسب الابحاث بتتكلف من 25000 جنيه ل 50000 جنيه. الاسره في الوقت ده بتستدين، بيمضي على نفسه وصولات امانه، ياخد المبلغ يصفر بيه ابنه بحيث ان ابنه يشتغل هناك ويبدا يبعت له فلوس فيسدد المبلغ ده. احيانا بعض الاسر بيرهنوا بيتهم، احيانا بيرهنوا الارض، احيانا بيبيعوا الحيوانات اللي بيمتلكوها، في احيان تانية بيمضوا على وصولات امانه لحين ما الولد يبعت فلوس من هناك، ولو الولد مات او ما بعتش فلوس او الوضع ساء معاه هناك بيتم شكوى الاب او الام اللي مضى على الوصولات دي. طبعا عندنا ازمه كبيره جدا، ازمه الوعي. ان طب قبل ما اروح للوعي، انت ما قلتليش ليه بيودوا الاطفال؟ ليه بيودوا الاطفال؟ لان الاتحاد الاوروبي من ضمن الاتفاقيات اللي ماضي عليها هي اتفاقيه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ما لم يكن دون سن ال 18 سنه، لان دول الاتحاد الاوروبي بتعتبر ان الطفل ما دام تحت ال 18 سنه وخرج من بلده بالطريقه الغير انسانيه اطلاقا دي، فده معناه ان هو معرض للخطر الشديد في بلده، فبياخدوا الطفل يحطوه في ملاجئ او دور رعايه او مدارس بيبتدي يتعلم فيها السلوك، يتعلم فيها اللغه، يتعلم فيها الحرف اللي سوق العمل الاوروبي محتاجها. بعد كده لو التزم بالبرنامج بيقدر ياخد اقامه ويطلع يشتغل في الحرفه اللي هو اتعلمها او اللي هو بيعرف يأديها بشكل كويس. في الوقت ده يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نعالج بها الهجره غير الشرعيه. هو مطالبه الحكومه المصريه دول الاتحاد الاوروبي بتعديل قوانينها، دي اول نقطه. تمام، يعني انهم يبقوا اقل انسانيه يعني؟ لا مش اقل انسانيه، يعدل قوانينه بما يسمح بالهجره الشرعيه بالشكل الصحيح علشان ما نضطرش ان الولاد يسافروا هجره غير شرعيه. مش عارف، المفروض ان احنا نحترم نفسنا وبلادنا. ده جزء من الازمات اللي احنا بنواجهها، ان الدوله فعلا متجاهله الموضوع بشكل كبير. طب هم بيروحوا في المراكز دي يؤهلوا وياخدوا وقت وبياخدوا اقامه
وبيتعلموا حاجه ويطلعوا لسوق العمل. طيب لكن هل الولاد كلهم بيبقوا موافقين على النوع ده؟ يعني الاهالي هنا بيصبروا على اولادهم اللي يقعدوا بقى واهاله يطلعوا من 50,000 ترجع ازاي؟ للاسف لا، هي دي الازمه اللي بتواجه الولاد هناك حتى بعد ما يوصلوا، بعد ما نتكلم طبعا عن خطوره الرحله وان هو ممكن يموت او ممكن يتخطف او ممكن يغرق في عرض البحر وما يوصلوش لجثته اصلا، او ممكن يتم القبض عليه هنا في مصر وبعد كده اهله ما يعرفوش حاجه عنه زي ما حصل في المنيا 80 شاب مسيحي كل هاجروا في شهر 9 اللي فات عن طريق هجره غير شرعيه واختفوا بعدها ما فيش حد يعرف عنهم اي حاجه، وبعد كده تواردت انباء ان هم محتجزين داخل احد مقر الاحتجاز الامني فيما يسمى بمصطلح الاختفاء القسري، مختفين قسريا. وليه الان ما كانش ساعه تليفون يقولوا للاهالي العيال ال 80 بتوع قضوا عندنا؟ للاسف يعني ما فيش اي معلومات عن الموضوع. ودول 80 ما فيش اي معلومات، يعني مش اخوان ولا ارهابيين ولا فيش اي يعني. ما فيش اي معلومات عن الموضوع. بالفرض كمان احنا ضد الاختفاء القسري للارهابيين كمان ايا يعني كان اي بني ادم، يعني ده لامر مجرم يعني. عندنا الحكومه متجاهله الموضوع بشكل كبير، ما بتتكلمش خالص عن الهجره غير شرعيه. ولما بتتكلم زي ما شفنا في خطاب الامم المتحده ان احنا بنعالج المشكله وان احنا مسيطرين على الوضع. هرجع تاني للحكومه اللي تستاهل مننا وقت اطول. خليني اشوف ما بيكملوش الولاد في المراكز دي. ما بيكملوش الولاد بيعملوا ايه؟ بيهربوا زي الاصلاحيه ويهربوا من الاصلاحيه؟ لا هي مش اصلاحيه بمعنى صور وان في حرس بره وان هو مش مرابطينه مثلا. لا هو بياخد حريته الكامله، بيقدر يخرج ويرجع، بيقدر يتفسح براحته. الولد طبعا بيبقى تحت ضغوط شديده، والده عايز يرجع ال 50,000 جنيه ولا ال 20,000 جنيه اللي هو استلفهم عشان يسفروا او علشان البيت بتاعهم مرهون وهيتاخد منهم. فالولد بيضطر يسيب المدرسه ويخرج. بيبقى قدامه حل من الاثنين، أول حاجة إن هو يخرج. بنتكلم على 14 سنة 14 سنة. بيبقى قدامه حل من الاثنين، أول حل طبعًا إحنا بنتكلم عن ولد ما يعرفش لغة. ما يعرفش لغة تسلوي. يعني بيتكلم عربي بالعافية. ما يعرفش، ما عندوش قدرة على التعامل داخل المجتمعات الأوروبية، فبيكون قدامه إن هو يشتغل شغل شرعي، والشغل الشرعي ده بيبقى عبارة عن تحميل بضائع، غسيل أطباق في مطعم، تنظيف مطعم. طبعا في ظروف عمل غير أدمية. ظروف عمل غير أدمية، في أطفال أنا شفتهم بيشتغلوا 20 ساعة في اليوم علشان يقدر ياخد مرتب يبعته لأهله في البيت، وبينام الأربع ساعات دول داخل أتوبيس، في أتوبيس بيلف هو بيركب فيه، على ما ياخد لفته يكون الأربع ساعات عدوا ينزل تاني الشغل. طيب دلوقتي الولد ما بيحققش المبلغ اللي والده كان متخيله، هو كان متخيل ان هو هيروح يجيب شكاير الدولارات او اليوروات ويرجعها البلد، فبيكون قدامه الشغل الغير شرعي، وده شفنا اطفال كتير اشتغلوا فيه، اطفال في الدعاره، في تجاره المخدرات، مش في تجاره، في نقل المخدرات، بيستخدمهم تجار المخدرات في نقل المخدرات، لان هو لو اتقبض عليه مش هيعرف يقول مين اصلا اللي مديه المخدرات، ودي بتحقق له مكاسب كبيره وبيقدر يبعت فلوس لاهله هنا. بتقول انت في طلعه واحده يجيب فلوس شهر؟ في طلعه واحده يجيب فلوس شغل شهر. طيب ارجع هنا لمحمد، كان كنت عايز تقول تعليق، لكن خليني اتوقف عند معاملات الدوله مع ناجين واهالي الغرقى زي ما شفتهم في رشيد. الى اي حد تقدر تقول انه كان في نظام متبع وواضح واجابات على الاسئله وتواصل مع الاهالي واهالي الضحايا ومع الناجين، ولا كانت الامور على اي نحو بالضبط كما عاينت وشاهدت؟ هو امام القسم كان متواجد اهالي الضحايا، بس ما حدش بيتجاوب معاهم في الاسئله. في انتظار قرار النيابه، ده الكلام بتاع مأمور القسم. جوه القسم كان في مكان اشبه بجراج اسفل القسم، ده كان متواجد فيه كافه المحتجزين. كل بضع ساعات بيبقى فيه بيتم ايقاظهم عشان عد الاسماء وعشان يكتبوا الاسماء وعشان يعدوا الارقام كل شويه. كان في ميه وفي اكل بيجي لهم من وقت للتاني، بس حاجات بسيطه. من قبل الاهالي ولا من قبل الدوله؟ سالت الضابط المسؤول قال لي انه في حاجه تبع الاسم خدمه اجتماعيه بتوفر الحاجات دي. التعامل مع اسئله الصحفيين وكالات الانباء، الدنيا كانت عامله هناك ايه؟ مأمور الاسم كان متجاوب جدا ومتعاون. هي الموضوع كان منوط لمأمور الاسم ولا قيادات تانية في الداخلية؟ مفيش حد جه من الوزارة، مفيش متحدث رسمي قعد؟ اللي كان موجود كان مأمور الاسم فقط. طيب سؤال،
كانش في خليه ازمه زي ما بيحصل في الظروف المصيبه اللي زي دي. يعني رحت شفت ناس من كل وزارات الدوله وناس من كل جهاتها وقاعدين نصبين خيمه لا وفق مشاهدتي ما كانش في دم ولا في حد خارجيه على حد داخليه على حد صحه. المسؤول الوحيد اللي تواجد كان وزير الصحه كان ليله امس فقط. ليله امس فقط كان منتظر في ليله امس فقط دي يعني اول زياره لي للمكان الحادث. خليني اكمل معكم في كارثه رشيد غرق مصر بعد الفصل. اذا عدنا الى الجانب الاخر من الروايه وكارثه رشيد. استاذ محمد المهدي، محمد مهدي صحفي بمصراوي موقع مصراوي، و ساهمت في تحقيقات كثيرة عن ما جرى بعد حادث أو جريمة أو كارثة الغرق. من ضمن الأشياء اللافتة في تحقيقك اللي أنت بتشير إليها أنه بعض الناجين حكوا لك أنهم طلبوا تليفونيا وهم على المركب النجدة. حصل. أي نجدة؟ وكان الرد إيه؟ ولماذا لم تأتي النجدة؟ يعني أكثر من ناجي حكى لي أن هم طلبوا 122 الساعة 3 بالظبط الفجر، كان الوضع مأساوي، كان في المركبة ما غرقتش بس كان في اهتزاز شديد وكانوا حاسوا ان الوضع سيء، بدأوا يتصلوا بالنجدة. ما حد رد عليهم، قال لهم وفق احد الناجين يعني قال له ايه اللي وداك هناك يا حمادة، وقفل السكة في وشه. وفي بتاع النجدة ومرة تانية قال له احنا بنحاول نحدد مكانكم وهنحاول ننقذكم، بس من 4 فجأة اللي هو الوقت اللي المركبة غرقت فيه لغاية الساعة 11 الوقت اللي تم انتشالهم فيه ما كانش أي حد وصل. يعني 7 ساعات في سواحل البحر وما حدش قرب. 7 ساعات هم بيعوموا لاتجاه الشط. يعني هم وصلوا لقرب الشط وما ظهرش لأي مركب أمني ولا أي وفق الناجين دورية ولا أي حاجة إطلاقا. إطلاقا. بس حمادة غرق ولا ما غرقش؟ طيب خلينا نروح هنا للاستاذ نور خليل، ايضا منسق مشروع بلدنا اولى باولادنا. انت قلت لي هذا المشروع كان بتمويل من الاتحاد الاوروبي. تمام. وكان ما بين مجتمع مدني مصري، جمعيه الاسكان، جمعيه الشباب للسكان والتنميه، ومجتمع مدني دولي سيف ذا تشيلدرن، هيئه انقاذ الطفوله. قعدتوا كام سنه تشتغلوا في الموضوع ده؟ من 2011 لمنتصف 2014. في خلال الفترة دي كان في أوقات تعطل فيها المشروع لأسباب متعلقة بالوضع الأمني في مصر وإيقاف التصريح العمل لمنظمات المجتمع المدني، برغم إن كان في جزء من المشروع بالشراكة مع الحكومة يعني. لا ما يمنعش برضه. ده ما يمنعش بالتأكيد يعني. وده من ضمن أسباب عدم محاربة ظاهرة الهجرة غير شرعية، تعامل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني إن هي بتتعامل معاها على إنهم أعداء وإن هم بيخرجوا تقارير تسيء لسمعة مصر وإن دول أهل الشر الحقيقيين، بالرغم من إن المركب ده لما تغرق دي سمعة مصر أخبارها إيه؟ المركب لما تغرق يعني بقى الموضوع اعتيادي بالنسبة للدولة، بل بالعكس شفنا من الحكومة تجاهل كبير للقضية، شفنا من الإعلام مفيش حتى شريط أسود حداد على أرواح اللي ماتوا، شفنا من الإعلاميين الناس بيتكلموا عن إن هم يستاهلوا إن هم يموتوا، وشفنا من البرلمان نفس الكلام. ودي نقطة مهمة جدا، هل اللي ماتوا دول ضحايا ولا جناة؟ علشان نقدر نفصل النقطة دي نشوف الظروف اللي هم عاشوا فيها، إيه اللي يخلي إنسان يدفع 30,000 جنيه علشان يركب مركب احتمال ان هو يموت فيها. المعتمد دلوقتي من قبل الدوله هو تحميل الضحايا المسؤوليه في كل الاحداث، وانتوا جبتوا لنفسكم وانتوا ومن بعد الثوره، وهي الجمله الرئيسيه ايه اللي وداهم هناك. في كل الاحداث بقى صحيح. سواء هجره غير شرعيه او مظاهرات او غيره. صحيح. ايه اللي وداهم هناك؟ طبعا لو بصينا للولاد دول وخلفيتهم زي ما قلت في البدايه، سوء خدمات اجتماعيه، مفيش خدمات اجتماعيه اطلاقا، مفيش اي مشاريع اقتصاديه يقدر ان هو يشتغل فيها. الخدمات الاجتماعيه خليني اقول لك انه اكثر من 80% من قرى مصر ما فيهاش صرف صحي. اقدر اقول لك انه اكثر من 70% من قرى مصر، اكثر من 75 من قرى مصر فيها ما فيهاش نقطه اسعاف. اكثر من 80% ما فيهاش نقطه مطافي بمناسبه الخدمات. بالظبط. اكثر من 80% من ترع مصر فيها حيوانات نافقه وفيها زباله، يعني فطبيعي انه ما يبقاش في خدمات معدمه يعني. بالظبط. والنقطه الثانيه مستوى التعليم، مستوى التعليم ونسبته، نسبه التعليم في المناطق دي قليله جدا، مستوى التعليم متدني بشكل كبير، يعني لو اتكلمنا عن ان مصر اصلا الدوله قبل الاخيره على مستوى العالم في مستوى التعليم، فنقول ان الوضع في القرى دي يعني
تحت ده بكتير جدا. الغريب يا نور انك بتتكلم على قرى محافظه الغربيه، بتتكلم على اسكندريه، بتتكلم على اسيوط، يعني انت بتتكلم على قرى في اماكن مختلفه، الساحل في الدلتا، بحري والدلتا في الصعيد، ويجمعها نفس الظروف، جمعتها نفس الظروف، وجمعتها نفس تعامل الحكومة معاها، وجمعتها نفس الحالة اللي هم عاشوها. بعد كده نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهو غياب وعي الأهالي نفسهم، إن الأهالي ما عندهمش وعي. طيب إيه الحل؟ نعمل إيه؟ تمام؟ كانت تجربة بلدنا أولى بولادنا تجربة ممكن يكتب لها النجاح، برغم أن احنا حققنا نجاحات كتير، وصلنا لأكثر من 50,000 مستفيد، قدرنا أن احنا ندرب لجان الحماية التابعة للحكومة اللي هي ما تعرفش إيه وظيفتها أصلا، اللي هي وظيفتها رصد ومتابعة القضايا وحالتها للأطفال المعرضين للخطر بشكل عام. اكتشفنا أن اللجان دي مش شغالة إطلاقا. مفيش عندنا لجان مهمتها المفروض كده؟ المفروض أن عندنا في كل محافظة وكل قرية وكل حي حاجة اسمها لجنة حماية الطفل. في البداية كان والله قانون في كل محافظة كل المفروض حين. ده والله دي حاجة جميلة جدا، يعني نحط ما بين قوسين المفروض، لأن دول يعني الموظفين دول بيشكلوا من أول المحافظ والقيادات اللي موجودة، من ضمنها القيادات الأمنية طبعا بشكل أساسي، لأن القيادات الأمنية هي اللي بتتحكم في الدولة من أولها لآخرها، سواء حتى المشاريع التنموية بيتحكم فيها القيادات الأمنية. لو كلمة حماية كمان، أنت عايز تحمي الطفل بدل ما يبقى الأمن هو اللي بالظبط، لازم يكون في عنصر لازم يكون في عنصر أمني يعني. طبعا الأطفال دول أو الشباب دول من قرى مختلفة في أماكن مختلفة زي ما حضرتك قلت، لكن جمعتهم حاجة واحدة، سوء الظروف، سوء الوعي أو قلة الوعي، سوء مستوى التعليم، سوء الخدمات اللي موجودة، تهميش الحكومة ليهم بشكل كبير، مهما طلبوا الحكومة بأي حاجة، مهما طلبوا الحكومة بأي حاجة ما بتتنفذ. فكر مين المسؤول عن كل ده؟ مش الحكومة برضه؟ الحكومة هي المواطن؟ لا، الحكومة هي المسؤولة يعني الحكومة هي المتهم الأول في قضية الاختفاء القسري بما فيهم الرئيس، متهم بشكل أساسي، سواء بشكل مباشر عن تقديم الخدمات أو بشكل تقصيري عن أدائه في تنفيذ. بنتكلم على الاختفاء القسري ليه؟ ودي حاجة بنتكلم هنا على إنه هؤلاء من هجرة غير شرعية، والأمن لما بيقبض عليهم ما بيظهروش لأهليهم إنهم قبضوا عليهم. شيء غريب برضه، وده مش بيحصل مع المصريين بس، بيحصل مع السوريين. الاختفاء القسري ما فيش وراه منطق. احنا عندنا حالات اختفاء قسري كتيره في مصر، بس هو مش موضوعنا حاليا يعني، ممكن نتكلم فيها من بعد. بس هو خليني برضه اروح لموضوعنا بما فيه حتى الجزئيه بتاعت الاختفاء. احنا بنتكلم دلوقتي على ظروف مسؤول عنها الحكومه والدوله، والدوله بتعالجها بالطريقه الامنيه. يعني احنا شفنا قانون يطلع لمواجهه الهجره الشرعيه، وحتى الان لم يتم اصدار القانون اصلا. يعني هم المفروض بيعدوا القانون من سنه، لكن اكتشفنا النهارده ان خلاص القانون اعد وهيتقدم للبرلمان. عايز اسال هنا عن امكانيه قانون لحل هذه المشكله، يعني انت رايك ان القانون يحل؟ القانون مش هو لوحده اللي هيحل، لان احنا قلنا ان الاسباب متشعبه بشكل كبير. يعني لو اتكلمنا عن كل عنصر من العناصر ده محتاج علاج لوحده، الاهالي والأطفال أو الأماكن اللي بيعيشوا فيها محتاجة رفع في مستوى الخدمة، وده اللي الحكومة ما بتعملهوش. الخدمات كلها الصحية والتعليمية والبيئية وي محتاجة رفع في مستوى الوعي، محتاجة دعم من منظمات المجتمع المدني اللي الحكومة المصرية بتوقفها وبتتحفظ على أموالها، وبيتم إحالة أعضائها للتحقيق زي ما حصل مع محمد حسنين وآية حجازي اللي اشتغلوا على مشروع للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، فتم القبض عليهم ومسجونين بقالهم 3 سنين. تحديدا أطفال الشوارع وجوزها محمد حسنين معاها في نفس القضية، متهم في نفس القضية، اشتغلوا على أطفال الشوارع، فالحكومة حبت تكافئهم، حبستهم لمدة 3 سنين بدون محاكمة. ما بتحلش من الناحية التانية، الحكومة ما بتحلش. محمد تمام. هنا في مشاهداتك، احنا قصاد مشهد مهم جدا في رشيد، اهالي بيشوفوا ولادهم غرقى تقريبا او موتى، فاحنا قصاد مشهد مؤثر انسانيا جدا. لكن خلينا اسال هنا، الدوله والاهالي بيتكلموا، حد من المسؤولين قابلهم قعد معاهم اتناقش، هل في مؤسسات دوله ظهرت في هذا المشهد غير المامور اللي كان بيقابلكم وبيجاوب على الاسئله؟ لم يظهر احد خالص، حتى في اليوم التالي يوم الخميس في ميناء بوغازي ما كانش في حد بيتواصل مع الاهالي، وكان في حاله غضب انه ما فيش حد بيحاول يساعدهم. مركب الصيد فقط هي اللي كانت بتطلع تحاول يعني تنقذ او تحاول تحصل توصل للجثث الجسامين الغارقه، وكان في بعض المناشدات من الاهالي في بعض القنوات، بعضهم في شخص انا فاكر جدا ان هو كان بيقول انه حتى لو ولادنا غلطوا فلازم الدولة تساعدنا ان احنا حتى نلاقيهم عشان ندفنهم، يعني على الاقل ندفنهم بدل ما هم في البحر.
هو المفروض لو يعني لو هم غلطوا خلاص يتحرقوا يعني يغرقوا اكيد طبعا. هو كان بيتكلم بمنطق الحاصل، هو كان بيقول حتى لو الدوله شايفه ان اولادنا غلطانين فمش عايز اساعدهم، لا عليها واجب ان تساعدهم. اولادنا غلطانين بس لهم اسباب الغلط ده. طيب فكره غياب اجهزه الدوله في مشهد زي ده، كان الاهالي وهو والتعبير الاب ده تعبير مهم حتى لو اولادنا غلطانين، لكن الى اي حد تقدر تقول انه كان في متابعه صحيه، كان في انقاذ البحري شغال وبيدي معلومات للناس، احنا لقينا جثث جديده طب تروحوا فين تتعرفوا عليها، كان في تواصل من ده تقول تاني يوم لا، طب ثالث يوم رابع يوم. هو خلال اول 24 ساعه كان فقط في 7 مصابين تم نقلهم لاكثر من مستشفى، وفي حوالي 42 جثه للمستشفيات والمشرحه، وكان في ازمه لانه ما كانش في اماكن يعني تقدر تستوعب العدد ده من الجسامين. مفيش اماكن تستوعب 150 جثه في رشيد؟ 42 جثه في اول يوم، كان في ازمه بشكل مبدئي في ان هي يبقى في استيعاب ليهم، وتم الاستعانه ببعض الاخرى. خلينا نشوف مشهد اكياس الجثث اللي فيها ثلج. في الايام التاليه اعتقد انه كان في حاله من تجميع الجثث، يعني الجثث كانت موجوده والمركب بتوصل بتحاول تجيب ناس ثانيه وتيجي. في اليوم الاول كان اللي انا شفته انه كان في عدد اسعاف فقط وحيده. انا سمعت تصريح من محافظ هناك بيقول انه احنا استدعينا عربيات اسعاف من المحافظات الاخرى. ليه؟ يعني ما فيش في المحافظه عربيات اسعاف؟ لانه قوه رشيد ما فيش، هم قالوا ان هم استدعوا حوالي 42 او 43 سيارات اسعاف. انت رحت شفت اسعاف؟ اسعاف وحيده. واحده. ما احنا برضه حتى في ظل الازمات بننكشف كاستعداد للتعامل مع الازمه. نور انت قلت لي انه كان في مشروع مع حكومه السيد ابراهيم محلب، كان في لجنه وطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه، اللجنه دي ايه مصيرها دلوقتي؟ وهل تعاملت معاكم انتوا اساسا المشروع خلص، لكن هل تعاملت معاكم كمشاركين في مشروع اشتغلتوا فيه وساهمتوا لسنوات في بحث وتقصي حوالين كل هذه الظاهرة؟ بداية في فترة حكومة إبراهيم محلب كان في وقتها لقاءات ما بين الجانب الإيطالي والجانب المصري، فالحكومة بخصوص العلاقات العلاقات عموما، فالحكومة المصرية حبت ان هي تظهر ان هي بتحارب ظاهرة الهجرة، فانشأت حاجة اسمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير شرعية. اسم كبير كده. يعني انا مكونه من مين؟ مكونه من سفيره سابقه هي الرئيسه ليها، لا مش متذكر اسمها. مش مهم الاسماء، انما اقصد انه دي لجنه مش حكوميه. لا، اللجنه تابعه للحكومه، تابعة لمجلس الوزراء. تابعه لمجلس الوزراء، لكن اعضائها مش موظفين في الحكومه. اعضائها مش موظفين في الحكومه. مهمتها ايه؟ مهمتها ايه؟ مهمتها ان هي تشتغل على قضايا الهجره غير شرعيه، سواء توعيه، تنميه للاماكن الريفيه او المهمشه. ممتاز. كل الحلول اللي ممكن نقدمها في وزارة الهجرة غير الشرعية. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اتعمل مؤتمر كبير، الاعلام كله بيصور مصر تحارب الهجرة غير الشرعية، حكومة السيدة الرئيس تحارب الهجرة غير الشرعية. بعد كده مفيش لجنة، ما عادتش موجودة لغاية دلوقتي. ظهرت اللجنة امبارح. امبارح في اجتماعها مع المهندس شريف اسماعيل. الشريف اسماعيل رئيس الوزراء. وطبعا ده كان ظهور درامي بقى ببيان قوي شديد اللهجه. بس هو البيان ما كانش قوي والله، يعني على حد رؤيتهم. تمام، لان انا بعتبر ان الحكومه عندها قصر في الرؤيه في حل الازمات او في تداركها، وده مش بنشوفه في ازمه الهجره غير الشرعيه بس، بنشوفه في ازمات تانية كتير. عندنا برضو نقطه مهمه جدا متعلقه باصحاب المراكب. ليه اصحاب المراكب بيسيبوا الصيد ويشتغلوا في الهجره غير الشرعيه؟ لو بصينا في 21 ابريل 2016 تم الاعلان عن انشاء اكبر مزرعه سمكيه في الشرق الاوسط في منطقه كفر الشيخ. المزرعه السمكيه دي المفروض ان هي هتبقى مصدر ربح كبير للصيادين اللي موجودين هناك بعد ما عادش موجود سمك، يعني الصيادين نفسهم بيقولوا ان بيروحوا هم بيروحوا يصطادوا في اماكن ويتقبض عليهم في تونس وليبيا ويختطفوا ويرجعوا. حتى الان المزرعه اكبر مزرعه سمكيه. المزرعه السمكيه هو بيكسب ايه
لانه في الاخر هو مش عارف يصطاد. هو برضه يعني برضو لازم كاسو بيكسب يجي مليون جنيه في، لا لازم نحط برضه ما نعممش الكلام ده في الصيادين، ما بيشتغلوش غير في المهنه بتاعتهم بس، صيادين محترمين جدا وما بيرضوش يشتغلوا في الهجره غير الشرعيه، لكن مع ضيق الحال تمام بيضطر بعض الصيادين ان هم يشتغلوا في الهجره غير الشرعيه. طيب المزرعه السمكيه اللي تم الاعلان عنها، المشروع العظيم الكبير زي بقيه المشاريع المهمية اللي احنا بنسمع عنها، المشاريع التنمويه الوهميه، خلينا نقول انه المشروع ده حتى الان لم يتم تسليمه، برغم ان في الاعلان عنه ما اتعملش والله اعلم هيتعمل ولا لا. في نقطه ثانيه مهمه جدا متعلقه بتعامل الحكومه مع نقطه المسؤوليه والرقابه. مين المسؤول عن الجريمه؟ لو بصينا على حادثه برج رشيد الاخرانيه هنلاقي ان غفر السواحل تم تبليغهم من الساعه 4 الفجر بدايه تحرك الانشاءات. النجده النجده اتبلغت والاهالي اتحركوا لما الاولاد اتصلوا، لان السماسره اللي كانوا على المركب خدوا زورق وجريوا بيه لما المركب بدات تغرق، وادوا للاولاد موبايلات، الموبايلات بتاعتهم. لا بس تابعت مع احد الباحثين اللي كان موجود هناك. عايز اشوف محمد الى اي مدى المواطنين المؤهلي والناجين بيحملوا اجهزه الدوله تقصير في انقاذهم؟ هل هم بيقولوا ده حاسين بده، ولا المساله بالنسبه لنا او احساسنا احنا من المشهد انه فين التدخل الدوله لانقاذ هذا المشهد المريع؟ هو في اصل فكرنا بالعباره يعني كان سالم اكسبريس ولا كان اسمها ايه؟ عباره السلام. هو في نقطتين، الناجين بيعتقدوا انه في تقصير من الدوله في سرعة التواصل معهم وانقاذهم، لانه كان في ساعة من الساعة 3 للساعة 4 كان لازال المركب يعني ما غرقش. لو كان في استغاثة ممكن هم بيبعدوا عن رشيد 12 كيلو، ف 12 كيلو كان ممكن يتم انقاذه. يعني سبع ساعات وفقا السباحة دي كان لرشيد في 12 كيلو؟ 12 كيلو. 12 كيلو ده زورق يوصل لها في قد ايه؟ زوارق توصل لها في قد ايه؟ يعني المركب اللي كانت بتطلع كانت بتاخد نص ساعة أو ساعة إلا ربع وبترجع تاني، فأعتقد كان يمكن إنقاذه. بالنسبة للأهالي كان عندهم أزمة في تأخير المساعدات، إنه يبقى في زوارق خاصة بخفر السواحل تبدأ بنفسها تتجه للمكان وما راحتش في الساعات الأولى. وبس راحت في الساعات التالية. محمد مهدي أشكرك جدا. في نقطة أخيرة حابب أنوه عنها، إن من حق الأهالي والمواطنين العاديين إن هم يعرفوا حقوقهم ويعرفوا واجباتهم تجاه الدولة، يعرفوا إن من حقهم معرفة المعلومات المتعلقة بكوارث كبيرة متعلقة بحياة المواطنين، يكونوا عارفين إن من حقهم الاهتمام بتعليمهم وبرعايتهم، يكونوا عارفين إن من حقهم إن هم يطالبوا بحقوقهم وإن هم يطالبوا بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الكارثة. بس في موضوع الهجره غير الشرعيه، بدايه من رئيس نور خليل ومحمد المهدي، ده مسؤول الحياه كلها. المواطن المصري محتاج يغير حياته وحقه انه يغير حياته. اشكركم جدا، نلتقي بعد الفاصل باذن الله.